السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا في كل مكان، أتيتكم اليوم للتعريف بكيفية التداول في الموقع باينانس. هذه الطريقة موجهة لكل المتواجدين في الجزائر والعرب. إذا الطريقة سهلة، فقط ما عليك أولا هو أن تمتلك حساب باينانس، إما التطبيق الذي هو ضروري وكذلك الموقع الإلكتروني يمكنك التداول منه. اليوم سوف نتحدث على كيفية التداول مباشرة من التطبيق. أولا بعد تحميلك للتطبيق، ما عليك سوى القيام بتوثيق الحساب أي التحقق، وهذا يكون عن طريق بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر أو بطاقة السياقة. يعني عملية التوثيق سهلة جدا. بعد التوثيق ما عليك إلا أن تقوم بشحن حسابك بالدولار وتحويلها إلى اليو اس دي تي أو مباشرة شراء اليو اس دي تي. يمكنك متابعة قناتنا وستجد فيديوهات عن كيفية شراء اليو اس دي تي. بعد أن تمتلك هذا الرصيد مثلا، التداول يكون من 5 دولار في بعض العملات إلى 10 دولار في عملات أخرى. فلو نبدأ بالبيتكوين، فالبيتكوين لن يقبل أقل من 10 دولار في عملية التداول. أولا نبدأ كيف يكون التداول. نبدأ بالطريقة السهلة والخاصة بالمبتدئين، وهي شراء العملات الرقمية عندما تكون أقل سعر وبيعها عندما يرتفع سعرها. كيف يكون ذلك؟ عندما تقوم بشحن رصيدك باينانس باليوزديتي، تذهب هنا إلى خانة الأسواق المتواجدة في الأسفل، تضغط على الأسواق، تظهر أمامك المفضلات، السوق، اكتشف سكوار والبيانات. هنا بكل سهولة نذهب إلى السوق. بعد ضغطنا على السوق تظهر لنا كل العملات المتواجدة في موقع أو تطبيق الباينانس. ما هي العملة التي تريد أن تتداول بها؟ مثلا نبدأ بالعملة المشهورة وهي عملة البيتكوين. متى تشتري العملة ومتى تبيع العملة؟ هنا نذهب نضغط على البيتكوين مقابل اليو اس دي تي. هنا تظهر لك هذه العلامة، هنا تعطيك ثمن الفوري للبيتكوين وهنا شراء أو بيع. مثلا أنا أريد أن أشتري، أضغط على شراء. بعد الضغط على شراء تظهر لك هنا خانة الخاصة بثمن البيتكوين الذي هو يصعد وينزل في نفس الوقت. هنا سعر البيتكوين، أو هنا سعر 1 يو اس دي تي مقابل البيتكوين. الآن كيف تقوم بالشراء من الموقع؟ هنا تقوم بكتابة مثلا أنا أريد أن أشتري 10 دولار، تضغط هنا يظهر لك المبلغ الذي ستحصل عليه من البيتكوين وتضغط على شراء. وهنالك طريقة أخرى وهي تحديد موعد الشراء. مثلا أنا أريد أن أشتري عندما ينخفض ثمن البيتكوين، وأكتب مثلا عندما سأشتري 10 دولار عندما يصبح ثمن البيتكوين 66,000، وأكتب هنا 10 دولار وأقوم بالشراء. بعد الضغط على شراء سيبقى هذا بدون أخذ أي رسوم، سيبقى الحال هكذا إلى غاية وصول ثمن البيتكوين إلى 66,000، سيقوم بشراء بالشراء. إذا لم يصل إلى 66,000 ستبقى 10 دولار الخاصة بك في الحساب. هذه طريقة الشراء. وهنا نضغط على بيع. هنا كيفية البيع تقريبا نفس طريقة الشراء، تنظر إلى هل ارتفع ثمن البيتكوين أو انخفض. إذا اشتريت بثمن مرتفع فتنتظر عندما يرتفع على الثمن الذي اشتريت به، وإذا اشتريت أقل ورأيت أن الثمن مرتفع فيمكنك البيع وتضغط هنا. مثلا أنا أريد أن أبيع كامل البيتكوين الخاص بي، أضغط هنا سوف يقوم ببيع كل ما تملك من البيتكوين، تضغط على بيع ومبروك عليك بعت. هذه هي أهم الطرق. أنا حاليا لا أريد أن أبيع البيتكوين المتواجد عندي، أعود إلى الأسواق. هنالك عديد العملات التي تريد أن تكتشفها، مثلا عملة الأيثروم مقابل اليو اس دي تي، كذلك يمكنك الشراء من هذه العملة كما تشاهد أمامك. يمكنك الشراء منها كذلك، هنا تجد شراء وبيع. إذا طريقة سهلة، هذه الطريقة خاصة بالمبتدئين وهو الاستثمار في العملات الرقمية والشراء أثناء ارتفاع وانخفاض السعر.
نفس الطريقة، تذهبون إلى الشراء وتقوم برؤية السعر، هل ارتفع هل انخفض. في حال ارتفع السعر وأنت اشتريت بثمن أقل تقوم بالبيع، وتنتظر إذا عاود السعر الانخفاض تقوم بالشراء. يعني تداول كالبورصة، يوم ترتفع ويوم تنخفض، ونفس الطريقة للبيع. هذه هي الطريقة الخاصة بكيفية شراء العملات والتداول في العملات الرقمية، يعني أنه تكون الفوائد حسب المبلغ الذي تستثمر فيه. يعني مبلغ من 200 إلى 1000 دولار ستكون نسبة أرباحك جيدة، 10 دولار لن تكون أرباحك جيدة كثيرا، ولكن سوف تتعلم من هذه الدولارات. يعني تبدأ بعشرة دولار وتتعلم كيفية التداول شيئا فشيئا، وبعدها عندما ترى أنك أصبحت نوعا ما تحسن كيفية التداول، يمكنك التداول بأثمان عالية، مثلا 500 دولار يمكنك أن تستفيد من أكثر من 40 دولار في اليوم إذا استثمرت في 500 دولار. إذا استثمرت في 1000 دولار يمكنك أن تصل إلى أرباح تصل إلى 100 دولار. يعني أنه كلما زاد مبلغ الاستثمار أو التداول في تطبيق باينانس فإن أرباحك ستكون أكثر وأعلى مع مرور الأيام. لهذا أرى أنه على المبتدئين أن يقوموا بالاستثمار في عملتين أساسيتين، وهي عملة البيتكوين مقابل USDT وعملة الأيثروم كذلك مقابل USDT. هذه العملات دائما تنخفض، ولكن في معظم الأوقات ترتفع، بمعنى أن الفائدة في هذه العملة أكثر بكثير من العملات الأخرى. هذا هو ما أردت أن أتحدث فيه، يعني باختصار عن التداول في الباينانس، وخاصة الخاصة بالمبتدئين في الوطن العربي وفي الجزائر خاصة. في الفيديوهات القادمة إخواني سوف نتحدث على أهم العملات الضعيفة التي ينتظر أن تنفجر في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، ويمكن أن تكون استثمار حقيقي، سأتحدث عنها في الفيديوهات القادمة. فقط لمن يريد أن يتعلم التداول ما عليه إلا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأنني سأقدم دروس مجانية لكيفية التداول بكل سهولة وبكل بساطة وبدون مبالغ خيالية. فقط ما عليك البدء بعشرة USDT أو 10 دولار وتنطلق في تعلم كيفية التداول في منصة باينانس، وهي المنصة الحالية الموثوقة والتي أصبح الجميع يتداول فيها أموال. في الأخير إخواني قبل أن أختم الفيديو، دائما إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.